دق دق بن عمي روح قليبي وهي يابا واني عطشان اسكيني دودك شرابا ويا طري اللي طاير ولي دربك على باب الله دربك على باب الله وكل من والي فو عنده واني بيرزقني الله واني بيرزقني الله دق بن عمي روح قليبي وغيابا واني عطشان اسكيني دودك شرابا حلوة كتير هالغنية وواضح قديه كانت سنة منسجمة بالكلمات هلا قديه كانت منسجمة باللحن بترك الحكم للجنة التحكيم باسكال خبرين عزبتك سنة بالتمارين لا والله هالمرة كنت حافظة معي وفاجأتني ومنيحة حلوة أنا كتير. لقيتها منيحة يعني كانت حافظة وعم تغني منيح كانت معي يعني بتاخد من عندك ياس يعني انا بعت للكل يس انا بس انا بخلي النو لاسامه بس انا مع اسامه ما عليه لانه في ناس لازم تقول يس في ناس لازم تكون هيك مثل منى ناعمه وفي ناس مثل طارق ايام بيقولوا يس وايام بيقولوا نو صح يعني صح حسب الهيدا بس انه انا بالنسبه لي بقول يس شكرا لك باسكال مش علينا نحن نطريق اكيد 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 اسامه بدي اسالك باغنيه يا مدقدق بن عمي دقت لك سنة على الوتر الحساس يا عمي انت ليش بتكب الفتايش ليش بتكب الفتايش ما بركي هيك بحنن له قلبه بصير يحط لي شيء شو هيدا هون اجيبوا لكم صفوف ايه صحتين مش عم نسترجي ناكل على طارق بركي مسمى غيل في غيرهم لا 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 بالعكس وصل المساج غلط وسام اول شيء طيبين اول شيء طيبين نيتي طيبه طيبين ولازم تعلمي للشيف انطوان يعني صفوف هيدا روسات شيف انطوان سانا يعني بتقولوا وي ار اولموست ذير يعني بدي اقول شغله اليوم اول مره بشوف سانا عندك مشكله كبيره بالصوت هلا بنحكي عنها بس المشكله انه اول مره بشوفك على المسرح عم تعرفي شو هي الغنيه عم تعرفي كيف تحركي حالك مش مثل هديك هالمره عرفتي انه هلا كتفي بهز على جد لا بس مش اكثر من هيك انه عرفتي انه هلا طلعتي بالدبيكي ساعه اللي وقف وعملتي معهم وقفه اس هول الاشياء اللي مهمه الواحد بيطلع حوله الانسان من ضمن الصوره هو مع المجموعه كلها مش وحده وقتها بلشت ملاحظاتكم تصير بناءه اشتغلت على حالي هيك الحياه بناءه هلا حيجيك البناء بعد شوي هلا عم بقول لك بالحركات هول الجستويل كنت اليوم كثير منيحه هلا عندنا مشكله بالصوت كبيره
هي مشكلة عم تغني غنية عم تتعاطي مع صوت ولادة شوي، انه عم تبحق مع انه انت ما شاء الله بحكيك دبشة يعني دفشة لقدام، ما عندك مشكلة، ليش شو عم تعملي؟ يا ما عندك ابن عمي، عم تعطيها بحة وهيك، ما بدها هالقد هي الغنية، بدها واحد شي. أنا بدها واحد، أنا ما بعطيها شيء. المشكلة انه يعني اليوم خليني اقول نو اقرب للياس، بس هي نو. اوكي. منى شو ملاحظاتك الليلة؟ أنا أول شيء بدي أقول إنه طارق سرقك الاثنين صفوف، صار طارق كل الجار، وهلا الثاني صار طارق كل الجار. أنا شفت اليوم عند سنة ثلاث أبعاد باللوك ستار بالصفوف ست بيت ثانك يو، وبدعمها لأبعاد ناشطة اجتماعية. شكرا، تحية لأبعاد اللي موجودين معنا اليوم وبكثرة، منحييهم كمان مشان هيك الياس. ثانك يو منى. شكرا لك طارق. صحتين طارق. بونسوار سنة، روعة. صحتين. يسلموا ايديك. روعة صفوف يا معلى سنة. عصفوف وعلى سنة. اليوم بعدهم تحت سنينك طارق. والله؟ ايه ما قادر تحكي بموضوعين. اعطيني مرايه تبعك لشوف. ما في شيء؟ اترك لك غراضها لمنى يا طارق. ما في شيء. طارق تفضل، شو بتعطي على سنة من ملاحظات؟ لحظة بس لحظة، في تحسن وعم تشتغلي على حالك. أنا اليوم الياس بدي أحطه هذا بس تشجيع، بس بدنا نتحسن أكثر. أوكي لوتو يعني إذا بدك. يلا أنا كل جمعة عن جمعة عن جد عم بشتغل أكثر، عم بعطي في كلمة حابة أقولها للجنة الحكم هيك، لأنه حسيت إنه مرة الماضية شوي زعلانين، بقى هيك قلت أنا بنطر من بعد ما حطوا لي نو، لأنه كنت عارفة رح يطلع لي نو، هيك بحطوا لي نو برجع بقول لهم هالكلمة. بتمنى طارق من بعد ما شفت سنينك الحلوين تسمعني. مش قصدي فنان يصير صوته نغمي وهزة خصر، قصدي لبب لتقصير الخير وأعصر قلبي عصر. يا منى انت مشاريع النجاح وشمس بالعصر، ويا طارق نلت التقدير وبالموسيقى سبقت العصر، ويا أسامة انت كبير تاجك مجد وفنك قصر، ما بتستحلي صوتي كتير، صوتي من صوت الضمير ورياتي ريات النصر. وهيدي هدية من سنة نصر. شكرا لك سنة. انا بدي اقول عن جد انا بلا لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا والجمهور، دائما بحب اشكرهم، لانه انا بقيت للحلقه الخامسه وان شاء الله يا رب للسادسه، لانه في هالقد ناس عم بتصوت لي، وانا هالمره مثل ما قال اسامه قابضة حالي شوي جد اكثر، عم بشتغل على حالي. انا ما في لزوم نذكر المشاهدين برقمك. أوكي. لانه الفانز عاملين لك حمله ما بتفهم. ثانك يو كثير، وصوتوا لي دائما على الفايف. إذا بتحبوا سنة تضل أسبوع ورا أسبوع، ابعتوا SMS بيتضمن CD 5 على 1005. بتمنى لي كل التوفيق سنة. شكرا بلا.